يناير بدأ ساخنا أوكرانيا، ربما دفء الشتاء غير المتوقع هو السبب. حمل العام الجديد استمرارية للاستراتيجية الروسية تدمير البنية التحتية. دنيبروفسكي في كييف، خاركيف في الشمال الشرقي، وزاباروجيا جنوبا، والحرارة ترتفع أكثر في الشرق. استعراض القوة المتبادل من جهة، التضليل من جهة أخرى، يضفيان نكهة خاصة على المعارك، وتحديدا في سوليدار البلدة الاستراتيجية. السيطرة عليها من عدمها باتت معركة بحد ذاتها، لكن بكل الأحوال تبدو مسألة وقت بإصرار موسكو، والتي أكدت بعد أيام من دعوتها عدم التسرع بإعلان النصر في سوليدار، أكدت استكمال السيطرة على البلدة وأن المرحلة التالية هي بلدة سول. خلال الأيام الأربعة الماضية فقط تجاوزت خسائر القوات الأوكرانية في سوليدار 700 جندي، والحصيلة لوزارة الدفاع الروسية، فبالتالي ينفيها الأوكرانيون، كما ينفون سيطرة الروس على المدينة، بل ويؤكدون أن البلدة تحت سيطرة قوات كييف أصلاً، رغم اعترافات سابقة بصعوبة الأوضاع فيها، حتى أنهم واثقون من النصر، وهكذا تقول الدفاع الأوكراني. أما زيلينسكي فاعتبر ما تروجه روسيا حول سوليدار بالدعاية. الآن تحاول الدولة الإرهابية ومروجوها التظاهر بأن جزءاً من مدينتنا سوليدار الذي دمره المحتلون بالكامل تقريباً هو نوع من الإنجازات التي حققتها روسيا. سيقدمون وهم يقدمون بالفعل هذا لمجتمعهم من أجل دعم التعبئة وإعطاء الأمل لأولئك الذين يؤيدون العدوان، لكن القتال مستمر. هذا التقدم الروسي تزامن مع قرار آخر مهم، تعيين قائد جديد للعملية العسكرية في أوكرانيا، الجنرال فاليري غريزموف رئيسا للأركان، حل محل سيرغي سروفيكين الذي تولى هذه المهمة قبل 3 أشهر فقط. شبكة CNN وصفت مهمة غريزموف بالكأس المسموم. إذا قلب مجرى الحرب سيظهر القرار على أنه رائعا، وإذا فشل فسيتحمل كل اللوم. واللافت أن سروفيكين لم يقال بل بات نائبا لغريزموف، فلماذا جاء هذا القرار رغم الفترة القليلة والقصيرة لسروفيكين في المنصب؟ قد تكون الإجابة في خيبة الأمل، فخلال الأشهر الثلاثة تباطأت الانتكاسات الروسية لكنها لم تتوقف. جدد سروفيكين الهيكل العسكري في أوكرانيا وأمر ببناء خطوط دفاعية لإبطاء التقدم الأوكراني. انسحب بشكل منظم من مدينة خيرسون الجنوبية والمناطق المحيطة بها غربي نهر دنيبرو. نفذ الأهداف التي وضعت له، وبمعنى آخر بحسب نيويورك تايمز، حتى أنه يتمتع بسمعة جيدة داخل الجيش الروسي، لدرجة أن مؤسس فاغنر يفغيني بروغوجين يسانده وهو المعارض لقرارات الجيش. قال ذات مرة على تليجرام: سروفيكين الصادق ولديه مبادئ ويثق به الجيش بمن يمكن مقارنته. رغم هذه التصريحات، لكن بحسب واشنطن بوست هناك سببان رئيسيان لاستبدال سروفيكين، وهم عدم تحقيق تقدم في بخموت، والأهم ضربة أوكرانيا على مكييف.